السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتبقى الجزائر شامخة وستبقى شامخة للأبد. في انتظار صدور الرد الرسمي حول موضوع الملف الجزائري حول إعادة المباراة، يسعدني أن أزف على حضراتكم خبر جدا سعيد، وهو الجزائر بطلة إفريقيا في الجودو. قبل أن نبدأ بهذا التقرير، أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وهذا فضلا وليس بالأمر. هيا بنا أخواني وأخواتي لايك واشتراك حتى يصلكم كل ما هو جديد. هيا بنا حبايبي. طبعا طبعا الجزائر ستبقى شامخة وإلى الأبد بإذن الله تعالى. الجزائر بطلة لإفريقيا في الجيدو، مسارعين جزائريين نالوا ميداليات في بطولة أفريقيا بوهران. أحرز المنتخب الوطني الجزائري للجيدو الأحد اللقب الإفريقي الجميل بعد اختتام فعاليات البطولة القارية. واحتضنت مدينة وهران أطوار بطولة إفريقيا للجيدو ما بين الخميس الماضي والأحد، وتصدر المنتخب الوطني الجزائري للجنسين لائحة الترتيب بعد أن افتك 15 ميدالية، 7 ذهبيات و3 فضيات و5 برونز. طبعا انت عارفين 5 برونزيات. وحل منتخب تونس ثانيا برصيد 6 ميداليات، 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين. ونالت الجزائر أيضا المركز الأول على مستوى المنتخبات، وجاءت السنغال في المركز الثاني. وعرفت نسخة وهران للجيدو مشاركة 26 بلدا إفريقيا وحضور 173 مصارع و94 لدى فئة الذكور و79 عند صنف الإناث. وكان المنتخب الوطني الجزائري للجيدو لدى الجنسين قد تموقع ثالثا ضمن لائحة ترتيب بطولة إفريقيا في طبيعتها السابقة عام 2021 بالسنغال، بعد أن حصد 12 ميدالية، 3 ذهبيات ومثلهم من الفضة و6 برونزيات. طبعا سنقول دائما الجزائر هي بطلة إفريقيا وستبقى بإذن الله تعالى، بإذن الله ستبقى بطلة. طبعا أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك. الجزائر شامخة بأبطالها في كل المجالات الرياضية وستبقى للأبد بإذن الله تعالى. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم دائما كل ما هو جديد. ارفع راسك فأنت جزائري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.